مبروك مقدما يا تيمور. الله يبارك فيك يا بابا. بس لو كنت لبست الجاكيت الجلد ده. لو سمحت يا بابا خليك في هدومك وخلينا انا في تيشرتاتي. هما خدي انت وانا هقابلها. حاضر. بص يا عم، انا وبابا النهارده فطرنا ملح وجبنا ملح زياده عشان لو احتاجنا في القعده. لو سمحت بقى عشان بابا عنده هشاشه عظام. اتفضل يا بابا، اتفضل بابا. يلا بقى وما تكلمش. يلا ترتتتا. صفاء بيه انا كمان وقعد علينا والنبي. يا ماما عيب كده، اتفضلي قبليهم. يا بنتي انا ما اقدرش اخرج الا لما البشندي يقول لي. انا جدتي مش خالصه، انا في ايدي الناس. لو ما خرجتيش انا هخرج. استني بس شويه وانا هخرج لهم. استني استني. تركتن دني بكملي بكملي. تركتن دني بكملي يا بفرة بفرة. بيحضر قرش حشيش. ايه فرق فرق في درويسي غارق جليل ابي كتول. طب ما تقول كده يا اخي، ما تنكدش علينا. في ايه؟ عايزنا نرقص. صايم ارقص يا تانت ام نوال العينة. يا تنامي ترمطوبة. يا تانت الراجل ده بهدلنا انا وبابا جدا. عمرو معروف المطوبة. اعتبروه مربوس. حاسب الشرابة هتحرق. ايه يا هارب؟ حد قالك ان ابني ملبوس؟ ايه يا بشندي ظهر؟ هو ايه يا تانت اللي هيظهر؟ انت حضر عفريت؟ العقد الالماز يا حبيبي. لا يا فندم، انا متفق مع نوال، هجيب دبلتين وموبايل. دبلتين وموبايل؟ احنا بنتكلم على عقد الماز اختفى اتلقط. لاحظ ان كلامك جارح يا طنط. استنى انت رايح فين؟ انت مش فاهم. عودي ايه يا هاني بتتكلمي عليه؟ العقد الالماس بتاعي اللي اختفى وانتوا موجودين هنا يا حراميه يا نور. لا الجرح زاد قوي. يا انت مش معايا. هم العقول يتعدوا. هم يا هانم الطالع كشفهم. طالع ايه ونازل ايه يا عم سلم انت؟ انت عارف مكلمه مين؟ انا درزي حريمي، عمري ما حد سرقني في متر وماشي مش عقد الماس. بابا انا اسف انا اسف انا اسف بابا. ارجوك يا تيمور تاخد عمي وتمشي من هنا. اخرتها يا نوال تسرقونا. اخرتها ايه؟ ده احنا لسه في اولها. وانت وربنا اوريك ابوك يا ابو ثلاث سنين هشيلهم لك. يا راجل يا مقشف. امك راسك لابويا. عشان خاطري امشي دلوقتي. يا بابا انا اسف انا اسف. يا بابا سيبنا ربيهم يا بابا. وربنا انا استناك تحت. بنت يا نوال سيب الحراميه دول وتعالي هنا يا بنت. الحرام اللي واقف جنبك النشال يا صايع. يا راجل يا مقشف. يا معفن يا بقه. معلش يا تيمور امشي دلوقتي وانا هقابلك بالليل. يا ابو بقه فاضي. اطلب البوليس يا خالتي. وانا ناقصك يا حمدي. ايه ده؟ وده حمدي الجواهرجي الحبيب. اوعى عينك سيب البدله. سنيه سنيه مين يا معفن؟ بس اوعى يلا سيب نضربها بابا. اضرب مين يا كده؟ خرج ولن يعود. بعد عليا بقى في المحل عشان اديلك عمولتك. الله 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 الله. اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ هتقعد لنا يا عم في حته بقى؟ عصبتني. الله، ما انا جوايا نار بتغلي نار وانتوا بتشربوا شيشه. ناقص تجيبوا رقاصه. اكيد بشاندي دوت مظبط مع حمدي ابن خالتها عشان يطيرك يا ريس. قصدك تقول ان بشاندي هو اللي سرق العقد؟ اقطع دراعي باللي ده، اما كان بشاندي ده هو اللي عملها. استنى بس، دي البنت لوزه الخدامه بنت بشاندي. صدق هو بشاندي؟ انت هتقفوا جنبي ولا ايه النظام؟ انا رقبتي سداده، شوف رقبه هوده. معاك يا معلم. يا رب. طب اقول لك الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 7. يا نهار اسود، ميعاد نوال. نوال. يا بيه. بقول لك يا نوال، انا عايز عنوان بشاندي ضروري. بشاندي ايه بقى ده وقته؟ احنا مصدقنا بقينا لوحدنا. يا بنتي ده عايز يفرق بينا، ده انا ممكن اولع الدنيا. ايه يا اعمى؟ يا اعمى؟ ايه مش في ناطع ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك؟ يا عم انا عملت لها حاجه. انا استناك لما تعمل لها غور امشي. حرام يا تيمور، ده ولد صغير. صغير بيكبر. هنا ولا انت مشكلتك حاجه واحده، مش متخيله انا بخاف عليك قد ايه. ما بتقش حد يلمسك. انت بجد بتخاف عليا قوي كده؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده، انا هخلي الايام هي اللي تثبت. ايه ده يا تيمور؟ الشجره وقعت يا استفندي. وشرفك لو عايز سمك انا انزل لك منها سمك. الحد يلمسك قال ده. انا اشيل كلمه ذكر من البطاقه. اثبت ياض. بتقول لي مين ياض يا ابن التايه؟ بقول لك انت. لا اصحى، كلها بتاكل بروتينات وعارفه بعضيها. ايه البول حمضان ده؟ استنى انت يا بسالم، مالك ياض يا وش؟ ملتهب علينا ليه؟
في حاجه؟ في جماجم بتهاجم وعفاريت بتموت، لسه حافظها امبارح. خلي بالك ده ممكن يقطعك. اسكت انت. مين البت دي؟ ايه واحده كده. واحده ايه يا تيمور؟ البت دي تلزن. نفض لنفسك يا نفض. ايه في حاجه في هدومي يا نوال؟ هدومك ايه؟ انا مخطوفه. ما تكبريش الموضوع بقى يا نوال. يا نهار اسود، البت اتخطفت، البت اتخطفت. استنى ادب سيلا، انت وقفصين الخضار اللي معاك، مين اللي هاكل على قفاه الاول؟ يلا قلت لك هيقطعها. راحوا فين؟ راحوا فين؟ في حاجه ياض؟ عايز حاجه ياض؟ عايز الاستفنديه بتاعتي. خد. تعالى بتعرضها ياض. انا مش قلت لك طريها ياض؟ طريها. اوعى تفكر تمشي ورانا. ليه امشي وراكوا ليه؟ يلا يا بسلة فرنا. يلا يا كابتن في حاجه؟ لا يا باشا مفيش حاجه، انا كنت جايب خطيبتي من الدرس فالعيال دي غلست، بس انا قمت بالواجب يا باشا. صح. خد خطيبتك وروح وبلاش تمشي في شوارع الضلمه دي تاني. حاضر يا باشا، مش همشي في الشوارع دي تاني. كده تسيبهم ياخدوني؟ انت بتستهبلي، ياخدوك ايه ده؟ انت روحي افهملي، انا ما اقدرش اتخانق وانت معايا تتبهدلي، وكنت شايف الحكومه في المكان. انا قلت كده برضو. هتعمل ايه مع باشندي؟ لا باشندي ده حكايته حكايه. في ايه يا تيمور؟ في ايه؟ ما تخلينا نمشي في الشارع ده، انت مش لسه حضرت الضابط قايل لنا ما حدش يمشي في الشارع؟ بصي شكله عاجبك الشارع. انا ماشي، انا ماشي. اصحى يا سيبتهوفن. يا بابا خير؟ انت جايلك نوم وابوك متهم بالسرقه. يا بابا اعمل ايه؟ انا نايم حرام. تنام ازاي وابوك حرامي؟ خلاص يا بابا روح سلم نفسك. انت بتهرج كمان؟ طب اعمل ايه يا بابا؟ انزل اقتلهم دلوقتي. يا ريت يا ابني تجيب لي حقي، ولا ناوي تهرب زي ما هربت في خناقه العربيه؟ وشرفك يا ابويا، وشرفك اللي جايب لك حقك. ما تشوف بس سيبنا ننام دلوقتي. انا مش حرامي يا تيمور. انا عارف بابا بتقول لي انا ده ابنك. تصبح على خير. انا مش حرامي يا ابني. والله يا بابا عايز انام، عايز انام. انا مش حرامي. أنا مش حرامي. انا عايز انام اموت. تيمور انت نمت يا ابني؟ عايز حاجه يا بابا؟ كنت عاوز اقول لك انا مش حرامي. بس يا بابا. ده بيت باشندي؟ هو دوت. اخلص اخلص. حاضر يا باشا. سيادته المدير حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم صاحب توكيلات الطيور المهاجره. هو اللي مأكلنا. هو اللي ملبسنا. هو اللي مقلعنا. هو حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اقول لك. قل لي. هدول مساكين؟ مساكين سيادتك. يلا طلع طلع. وزع. فرقوا مالي. فرقوا فرقوا. لا حول الله. بعدك شب ترى. والله حزنت عليك، والله تأثرت لي. لحظة ابكي. الله يقول لي انت مشلول ولا رجولك منملة؟ لا اخويا مشلول، وانت واقف على رجليك. خمسة. معاك فلوس وعملت مرقعة وانا مش لاقي اللغة. خمسة. حرام عليك. اعطيله خمسة. حرام عليك. يا ابيض. والله ما يستحي اليوم الدين. ترى ليش؟ لانك ما ربيتها. انت ما ربيتها. ما ربيتها. اعطيله اعطيله. كم باقي معنا؟ 100,000 سنة. اعطيه. يلا يلا يلا. بقول لستك 100,000. يا اخي السؤال هذا المال حقك ولا حقي؟ حق سيادتك. اعطي. حاضر سيادتك. انا مالي. اطلع يا ابوي. هلا. شوف اول ما ريته دريت انه مشلول. ربنا يزيدك علم يا حلو. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. انتوا بقى عايزين باشندي صح؟ ايوه بسرعه خلص يا حلو. اراك توزع من مال امك. عسل سيادتك. يا بنت الدوشه اللي بره دي. راجل غني قوي بره ومعاه حراسه ياما. ابعت ابعت يا اللي بتبعت. واداني 100 جنيه. فين هم يا بنت؟ ايدك. الله. ايه هو ده وقته؟ على رايك خليه يستنى بره شويه وما يدخلش على طول. امرك يا سيدي. قشطه. ما تغلبنيش. بقولك طلع تهوى الفلوس. عم راجل هو اللي بدهم لنا يا عم. بقولك طلع دول عهده. يا ابني اديله خلصنا. يلا. عدي